ما بين الحب والإرهاب، ما بين النساء والإرهاب، مسلسل غربيب سود أثار جدلا كبيرا اهتم به الناس جميعا على اعتبار أنه يناقش قضية داعش. هو شهادات لمجموعة من النساء، شهادات واقعية، نساء انضممن إلى داعش. ده بداية قصة الحب كما شاهدنا بين مليكة وأمير داعشي. مليكة جسدتها فاطمة ناصر، ممثلة تونسية، ونجحت في أداء الدور وأثارت جدلا شديدا. يا فاطمة أهلا بيكي، أهلا كل بيك يا سنة وأنت أستاذ طيبة. وائل، كل سنة وأنت طيب. شكرا على الاستضافة وشكرا لرانيا محمود المقدمة. طيب خلينا نبدأ بالمسلسل كده في الجانب أولا المتعلق بالضجة عموما، يعني قبل ما نناقش انتوا يعني عملتوه ازاي والحصيلة النهائية. لما تابعتي الحصيلة النهائية من متابعات الناس، لقيت في تعليقات حتى عندك في المجتمع التونسي، زي تعليقات في المجتمعات الخليجية، حتى وجهوا انتقادات للممثلات الخليجيات التي أدينا أدوارا يعني، وقالوا ده إهانة للمرأة الخليجية. هل في تونس واجهت نفس الموقف؟ حد قالك انه تطلع بنت تونسية ده إهانة للمرأة التونسية، وكأنها يعني تطبق جهاد النكاح، وكأنها خاصة انها فيها قصص اعتبرها البعض مهينة للمرأة؟ هل تعامل معك البعض كذلك؟ بالنسبة للجمهور التونسي لا، ما كانش فيه ردود الفعل دي، يمكن عشان أنا دوري ما كانش يعني في الحتة بتاعت جهاد النجاح. بس قبل ما ينزل المسلسل انت قصة حب وزوجة وزوجة لأمير وبالظبط داعش، فبالتالي انت مخلصة نفسك من البداية، لكن في كل الأحوال فيها يعني ما يشبه يعني. في شوية كان في شوية نقد في الأول إنه زي تونسية، كنت يعني كان في حاجات حتى تعليقات عندي على الإنستجرام وكده بيقولوا يعني مش لاقية غير مسلسل كده عشان تجسدي دور تونسية فيه، يعني ممكن تعملي تونسية في أعمال تانية. بالنسبة للنقد اللي حصل للخليجيات، أنا شايفة إن المشكلة عندنا في المجتمعات العربية هي التعميم، إحنا على طول بنعمم، يعني لو خليجية عملت كده يبقى الخليجيات كلهم كده، لو تونسية عملت كده يبقى التونسيات كلهم كده، وده مش صحيح. يعني مش ان دي طبيعة الشخصية يعني بالتأكيد هتلاقي في شخصية مصرية ضمن نساء داعش، في تونسية، في خليجية، لكن ده لا يعمم يعني. بالظبط بالظبط، يعني حتى دور الخنساء نفسها المفروض ان هي شخصية موجودة وتوفت من 3 4 سنين، بس هي كانت تونسية، بس جسدتها ديما الممثلة ديما نشنجي، بس هي سورية يعني، وما حصلش اي تعليق على الموضوع يعني عادي. طيب الحصيلة النهائية الثانية، في البعض قال صحيح يعني في النهاية انت ممثلة في العمل، ممكن تقولي لا انا مش مسؤولة عن الافكار ولا عن المنتج النهائي يعني، لكن لا في اعمال من هذا النوع يعني اعتقد الممثلة بتشوف ايه ادواتها، بتشوف هل المسلسل هيحقق الهدف والرسالة ولا لا. شايفين البعض شايف ان المحصلة النهائية انه لا، كان بمثابة إهانة للمرأة العربية انها تبحث دائما عن الجنس وتبحث عن جهاد النكاح، وان المسلسل صورها بهذا الشكل. هل ده انطباع خاطئ؟ يعني هو المسلسل بيتكلم عن قضايا كتير جدا ومشاكل كتير قوي، وبيفتح داعش، وفي حاجات كتيرة اتذكرت، بس مش عارفة ليه هم مركزين على حتة صغيرة جدا اللي هي جهاد النكاح. يعني التركيز كان كله والنقد كله في الحتة دي. طبعا احنا بنعمل عمل اكيد مش يعني احنا هدفنا من العمل غير كده خالص، احنا هدفنا من العمل ان احنا نقول ان الاسلام بريء من تنظيم داعش، الإسلام ملوش دعوة بالتنظيم ده. أكيد العمل مش يعني هدفه غير كده خالص، هو هدفه توعوي بمخاطر داعش. تركيزهم على موضوع النساء الخليجيات إن هم جايين علشان جهاد النكاح، يعني لما دخلت وشفت التعليقات وقريت وكده لقيت إنه في معظم اللي قالوا كده هي شخصيات سواء إعلامية عرفت ان هي ليها انحياز اخواني او سياسي معين او والله العظيم مش عايزه تقولي اسماء لا من يعني. غير اسماء يعني في بعضهم في قناة الجزيرة، وفي مثلا في قناة الجزيرة كانت خديجة بن قنة خديجة بن قنة هي اللي بالظبط قالت انه المسلسل بيصور المرأة العربية وكأنها
لاهثة خلف الجنس يعني. بس يعني هي خديجة بن قنة يعني هي أصلا ضميرها المهني على طول تحت المجهر، وطول الوقت كانت معروفة إن هي ليها اتجاهات إخوانية وبتدعم الإخوان خصوصا في الفترة بتاعت الربيع العربي. ف يعني مش يعني هي مش مصدر موثوق منه لما بتتكلم، يعني أنا عن نفسي ما مش بسمع. يعني انت يعني شخصيا بتشوفي بتقولي لخديجة، احنا لو عندنا جماعة التعليق بتاع خديجة كده كان موجود عندنا، بتشوفي بتقولي انه يعني هنا هي محكومة بانتمائها يعني، بانتمائها او تعاطفها مع طيار، لانها ممكن تقولك لا انا لا انتمي للاخوان، لا او بتعاطفها مع الاخوان يعني. لا طبعا هي متعاطفة مع الإخوان، يعني ده ما فيش أي شك خالص. ويعني حتى في فترة الربيع العربي كان في إعلاميين كتير قوي محترمين غادروا القناة وقالوا على كل الحاجات الممارسات اللي كانت والضغوطات اللي عليهم إنهم يوصلوا حقائق، مش يعني حاجات مغالطة يعني مش حقيقية. عشان كده انت شايفه ان هجوم قناة الجزيرة بإعلاميها بشاشتها ده على من ناحية المسلسل تانية، بس ده ما يمنعش انه في نسبة كبيرة كمان من المشاهد العادي بيقول كده، يعني هو ممكن هو بيتفرج حس نوعا ما انه في تصوير للمرأة او تشويه للمرأة. ده يعني اكيد احنا صناع العمل والعمل صناع العمل والممثلين وكلنا ما يعني مش بنقصد ده، مش بنقصد مش بنقصد ده خالص. فلو حسوا بكده فده اكيد في هيكون في قصور في المعالجه شويه مثلا، او في طرح خاطئ او مش متفسر كويس لحاجه معينه، فده سبب انهم فهموا بالشكل ده. بس طيب فاطمة يعني ده تعليق خديجة بن قنة المذيعة الجزائرية في قناة الجزيرة، وهي قالت إنه المسلسل بيصور النساء يعني، لو نقول التعليق كده بالكامل. أنا مش شايفاه. طيب المسلسل زي ما قالت خديجة مسلسل يحارب الإرهاب أم أنه يقدم خدمة مجانية لشخصيات إرهابية ويصور المسلمات السنيات بمظهر اللاهثات وراء الجنس خدمة ل لا ده مش خدمة يعني. هنا التفكير يعني هنا بتركز على انه بيصور النساء المرأة العربية لانها لاهثة وراء الجنس زي ما قلنا يعني. شايفة تعليقات من هذا النوع انت لا تهتمي بيها لا لانها اهتم، بس تنطلق؟ انا طبعا انا قلت انه في حق للمشاهد، في مشاهد عادي بيتفرج عن العمل وحس ممكن انه في موقف معين او في قضيه معينه اتطرحت اللي هي القضيه اللي بنتكلم عليها دي، انه في تشويه نوعا ما للمراه المسلمه. زي ما بقول هو يمكن يكون في قصور في المعالجه نفسها، او يعني طرح القضيه ما كانتش يعني ما تفسرتش بشكل كويس فهو فهمها كده. طبعا احنا مش بنقصد ده خالص يعني. ف طب احنا هنشوف دلوقتي بس نشوف بعض المشاهد كده لفاطمة ناصر مع زوجها الأمير الداعشي، نشوف حتى المشهد اللي هو يعني كان بيحميكي وأطلق الرصاص وانتي